شو مين ربح؟ الوحدة ولا الكرامة؟ مو مبين علي. انت ما ببين عليك، ان كنت مبسوط ما ببين عليك، وان كنت زعلان ما ببين عليك، يعني انت مثل التمسيح. وضريب على هالتشبيه. وينن اهلك؟ راحوا مشوار. هلا ما قلت لي مين ربح؟ جماعتنا خسروا 2-0. انبسطتي؟ قول الاول ما شفته عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل سلوى على 2-0 يا سلوى. يس نايحة. علاء انت جماعتك غير جماعة حسام. لا، نفس جماعة حسام. شلون نفس جماعة حسام؟ سجلنا جولين. مين اللي سجل جولين؟ ماهر برادار وسالم بيطار. وشو لابسين هدول؟ ازرق. هدول جماعة الكرامي يا غشيم. جماعتنا لابسين بردقاني الوحدة. انت كل اسبوع بتروح على المباراة، وانا اول مرة بروح على المباراة، وانا قاعد عم غني مع جماعة الزرق بسببها. لك يا زكي، اللي بالازرق جماعتي انا، ما نحن اصلا من حمص. بس انا من الشام، تعرفني عم غني مع جماعة الزرق. الجول الاول ما شفته، الجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. انا بكره الزرق، شلون تتغني تغني مع جماعته؟ ايه انا شو ذنبي علاء؟ فكرتك متحيز لحمص. انا بحب حمص. ايه. ما بتتذكر وقت رحنا عندكم سبقونا بقوية الفستق بقديش؟ ب25 بالشام بالشعلان بدي ب20 ورقة. ايه، لانه الكيلو بكل العالم 5 واق الا بحمص 4 واق. ما صل اخوك بالسعر الجماعة، ما صل اخوك. والجول الاول ما شفته، الجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. سلوى عملي لنا شاي. رامي على الاوضه. والجول الاول ما شفته، والجول الاول ما شفته، عيني على الجول الثاني بلل يا عيني بلل. اضرب منك لإله. سلوى ابوك منين موسع لهالسطمبه؟ عم اقول لحالي منين كل هالكرام؟ عم تغير فعاده كل يوم بوظه صار كله من جيبتي. لك عن شو عم تحكي؟ حسام فاتح لي المكموره واخذ كل المصاري. لك طول بالك علاء، طول بالك شوي. ما عاد في طولة بال يا، ركبناها على الحمار ما تيجي على الخرج. علاء هلا ابوك الوسخه تصير بهالبيت حطوها برقبتي، انا ما مديت ايدي على مكموره حدا. لكن مين؟ ما بعرف. طبعا، ليش بحياتكم شفتوا حرامي بمد ايده وبيسرق وبيقول انا سرقت؟ انا اساسا ليش عم بسألك؟ طلع بالمصاري حسام. يطلع بالعاك. لك انا طلعت من الغرفه قبلك، شلون بدي لحق اسرق؟ ورجعت قبلي. رجعت بس ما فت على الغرفه بنوب. فت شي سلوى؟ ما فات على الغرفه. بيكون فات بده ما تشوفي. طب اطلع. قولوا بس اتاكد بالاول لما كان حسام. بتاكد بشرف يا كرامي؟ صح، اتاكد بالاول. مش شو بدي اتاكد، في حدا غيره ايده طويله بالبيت؟ ايده طويله. عيب عليك، عيب عليك سلوى. مش من الشارع سمحكي. عم بيطلع خلص يا شباب، يا شباب. الله اكبر. شوفي ابي حسام مد ايده على مكمورتي واخذ المصاري. لا ابي، مو حسام اللي بعش المكموره. تعرف حرامي ابي؟ مو حرامي هاد، مو حرامي. لك شو بتسميه هاد بابا؟ بمد ايده على مصاري غيره مو حرامي؟ بجوز رجل قلتي له احتاج شوية مصاري بس يتوفر وبيرجع لك ياهون. لو كان هيك بياخذ اذني او بيستسمحني، انا ما بقبل هيك ابدا. ها ابي، شفت على هالوقاحة؟ ما كنت هون لحتى يستسمح منك، يعني شو يعمل يعني؟ عمو رامي اهلك ما انشغل بالهم عليك، الله يرضى عليك. لا عمو ما تخاف، انا معودن على غيابي، ما رح ينشغل بالهم. ما بيصير، امك الا ما يكون مشغول بالها، بيضل قلب الام من هالناحية قلب ام. ايه بعرف بس انا معوده ما رح يشغل بالها اكيد. جريج ومانا شعراته طوال مغطين على مخه ما عم يشوف الشمس، مصدي مخه ما عم يستوعب. فوت قدامي ده، هاد لاقي شيء اخده معك. مسكين سلوى. امشي قدامي. امشي. لك انت ما كنت تفهم، ما بنفضح حالنا قدام العالم. احكي. احكي. خلي كل العالم تعرف، لازم رامي ياخد باله منه. طب ما حزه تفضحوا للرجال مش 150 ليره وكذاب. وكذاب كمان. 150 ليره مو بس حرامي، كانوا 500 ليره. لك 150 عمل لك. شو 500؟ منين جبت ال 500؟ صار لي سنه عم جمع فيهم مشان اللي بس. صار لي سنه عم جمع فيهم مشان اللي بس 500 ليره. على شو بدي احلف لك انه 150 ليره؟ كذاب، انا بعرفه انه كذاب. واحد كذاب.
هذا؟ ما كنت فاهم. انا اللي اخذته، ما كان معي مصاري، احتجت المبلغ، شو ساوي يعني وانت مو هو؟ خليتني الا شرشوح وقليل ادب ووقح وقليل ذوق. سامحني، يعني شو ساوي؟ انا ما بدي حدا يعرف اسرارنا الداخليه، ما بدي حدا يحس انه ما معي مصاري. بيت النايحه صندوق اسرار، ما بصير تطلع اسراره الا برا. ابي بزمتك ايه، ايدي على راسك، ما كانوا 500 ليره؟ لك 150 عم اقول لك، شو عم بكذب عليك ولا لا؟ بس ملكي حبيت ترجع بكلامك، في لك بالعاده ما كانوا 500؟ لك 150، انت بدك تجنني انت. هلأ بس يجي سعيد بنطالبه بالمصاري. ها طب ما اتفقنا على أثاث ننتظره لحتى يقدر يحصل على القرض؟ بعرف، أنا مو مشان المصاري بدي إياك تطالبه. لك أنا مشان شو؟ مشان تضل عينه مكسورة قدامك. لك عين يا أفتكار، الرجال صديقنا، معقول نكسر له عينه؟ ما بيصير. بعرف، بس أنا كان فكري إنه تطالع فرق فارس، يعني ما بدي إياك حبيبي تحس إنه كل الناس مستوطية حيطك وعم تتأمر عليك وما لا شايفتك قدامه، يعني ما بدي إياك تحس إنه أنت مالك شخصية. معلش إذا بتريني افتكار، عن جد هلا هيك نفر الدم لراسي. يعني أنا بالنسبة إلي ما بسترد شخصيتي إلا إذا فشيت خلقي بفارس حصرا، ولا أحد سوى فارس. مو سعيد، سعيد صديقي أنا بحبه لأنك سعيد. شو حاطة مع الرز بحليب؟ حليب وسكر وما زهر، شو بدي احط يعني؟ تاني مرة حط شي مشان يصير الأكل بتاكل. كل هالقد طبخي مو عاجبك؟ لك لا مو هيك قصدي، بس أنا ما بنبسط بالأكل إذا ما زخني العرق من الفليفلة. فليفلة مع رز بحليب؟ إيه، شو المانع إذا الواحد بحبها؟ إيه بتنحط مع كل شي بس مو رز بحليب. ومين اللي قرر هالقرار؟ وزارة الداخلية ولا وزارة التموين؟ لا بس عمري ما شفت حدا بحط فليفله مع رز بحليب. ولي ليش شفتي حدا قبل انت؟ لا ما شفت، بس عمري ما سمعت كمان انه بيحطوا فليفله مع رز بحليب. قومي جيبي فليفله حدي بدل ما تناقشي. يلا افتحي الباب بطريقك، حطي الاشاره.
بي. أهلين أهلين سمير. مرحبا يا بي. شو أخذت رجلك كأنه ما بيغيب ديلك حتى يطر رأسك؟ وين بدك كان يروح لكام؟ مو أنت أبي؟ إذا أبوك بتركب على ظهري يعني ما صار لك جمعة جاي إن شاء الله كل يوم بدك تجي. بدي أتجوز. لإمتى بدي ضل استنى؟ سعاد فوتي جوا. شو في عم تعملي؟ جيب له رز بحليب لسمير ابن عمي. ما بيحب الرز بحليب. فوتي لجوا. ايه أبي طمني شو صار معك؟ أنا مالي نسيانة بس عمك ما صار له كم يوم متجوز. أنت بتعرف ما بدنا نفوت على الخط شهر العسل. مين عمي؟ جوز حماتك. شو دخله جوز حماتي؟ لك شو دخله؟ هلا بدنا نطلب البنت من حرمه وفي رجال موجود. أبي لا جنني لا جنني. بدي موعد محدد أفضل قاعد عندك هون بالبيت. شو تقعد تعمل عندي هون؟ شو أنا فاتح أوتيل؟ هيك يا ابنك كدلك عيش تاركة بدك تحل لي موضوعي. يوم الأربعة بلايمك؟ الأربعة منيح. يوم الأربعة أنا عازم عمك ومرت عمك على الغداء. حضرتك بتيجي بعد الغداء ومنحل الموضوع. بيجي على الغداء. لك أنت ما بتفهم؟ بتيجي بعد الغداء مشان ما يفكروك جاي مشان الأكل. عمك حيوان عقله ترس ببطل يعطيك إياها. يلا بوشك على الباب. خلاص انتهت المقابلة. صحتين وهنا. صحة وهنا أبي. على قلبك يا حبيبتي. يا بشبكي أكلتي ورنختي حشيتي بطنك كبة وقعدتي. قومي سعدية قومي. تكرم عينك على راسي. يلا. شو يا كأنها مثل الخاتم بإيدها. أنا هيك المرأة يا أما مثل الخاتم يا أما للكب أحسن. معناها مبسوطين لحتى عم تسمع كلامك. هي مبسوطة بس أنا لا. هي عم تسمع كلمتي لحتى ما تترك لي حجة ازعل منها مشان ما طلقها لأنه هي مستقلة. وليش بقى حتى تطلقها؟ صح لك هريسة لا تقول ناشفة. لك أنا هريسة يا رجل. أنا قلت بتجوز واحدة أصغر من هيك 10-20 سنة. لك مو من جيلي. واحدة أصغر منك على شو بدها تاخدك؟ على مالك ولا على جمالك؟ لك المصاري مو كل شيء والجمال مو شرط بالرجال. الرجال مقبول كيف ما كان شكله. لك هاي بنتي شلون قبلت فيك؟ على جمالي ورجولتي. افتحي الباب يا سعاد. يلا يلا. مرحبا خالتي. اهلين تفضلوا. شو جايين تعملوا هون؟ شو لكم معي؟ جايين نخطب لاخونا. شو ما بيطلع لنا؟ انا اللي قلت له نجوا معي. لما تصير الخطبه ابقوا تعوا. اليوم بدنا نحكي حكي بس. منعطل عليك اذا كنا موجودين. لك بعد اللي عملتوه معي انا ما بستقبلكم ببيتي. يلا لك يا ابو سهير يا ابو سهير سامحهم كرمال خاطري. انت كثير غلبه لا تتدخل بيني وبين اولادي. انا بعرف شو اتصرف معهم. ما عرفت تربيهم هن صغار بربيهم هن كبار. يلا شو فوتي جوا وانتو خلاص انتهت المقابله. خلص زهير روح انت واخوك انا بلحقكم. اذا بتضل هون لا بتفرجيني وشك. بدك تحدد يا نحن يا هنن. لا انتو ولا هو. انا بدي البنت. امشي امشي. هي خسرنا واحد تاني من بيت النايحة. شرع شرع. الله يخلي لنا اياك يا ابي. الله يطولنا بعمرك. ليش هيك عملت يا ابو زهير؟ ليش هيك كسرت بخاطره؟ لك اولادك هدول فلزت اكبادك يا محاسن الصدف. خالتي تغريد هون. الله يخلي لنا اياكي. شو تغريد خانم؟ انا بوجود ابو سعاد ما لي حكي. هو بيقول ايه وهو بيقول لا. شو عمي ابو سعاد؟ لك انت ليش هيك بصلتك محروقه؟ عود لنحكي بالاول. ما بدنا نعرف وين بدنا نزت بدنا. لا تعمل لي بنتك وما بنتك. ما صار لك 10 ايام تعرفون. شرعا انا ولي امرها. ان شاء الله اكون امبارح تعرفت عليها. وهلا شو المطلوب؟ انا بدي مقدم 100,000 لايدي. طبعا لانه مو بنتك عم تكبها كب العمى بعيونك العمى. البنت بتسوى فوق 500,000. اذا بدك تراعي فيها او بدك تبيعها برسمالها بتطلب منه 400,000. وانت كمان يا بي الحق حق. اذا كنت ابني مو معناها صف معك. بدي احرق الاخضر واليابس من تحتكم. لحظة شوي لحظة. مالك حكي معي يا غشيم. فهمني انا من شارك. هلا مشاني مشاني بدك تخليه يسرقني عينك انت عينك؟ اي نعم انا دفشته يعلي السعر مشان انت تبطل.
ما بدي اياك تناسبهم، هذا عمك غليظ وتقيل تم، بكره بركب على ظهرك. لا عمي ولا لي علاقه فيه، اصلا بكره بس بدي اتجوز، ما بدي اشوف خلقته. بعدين هذا عمك مو عمي، عم الدبب.